وللمزيد ينضم إلينا الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد رديسات. أهلا بك معنا. يعني نتحدث أن إسرائيل تعلن مقتل ضابطين، أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة، ليرتفع عدد القتلى اليوم إلى 5. ما تقييمكم لهذه الحصيلة؟ شكرا يا سيدتي. محمود رديسات. عذرا محمود. نعم، الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل عملياته في الجنوب والشمال طبعا، ولكن في الجنوب أكثر الآن، يحاول أن يسيطر على منطقة خان يونس من خلال محورين، محور يعني دير البلح باتجاه دير البلح، ومحور بين خان يونس ورفح. هو لتضييق الخناق، على هو يعتقد انه خان يونس فيها يعني مراكز للمقاومه، وكما عزل غزه في السابق يحاول عزل خان يونس. كل ما تقدم داخل المناطق المبنيه كل ما زادت خسائره، هذا معروف، لانه المقاومه تخرج له من خلال المناطق المبنيه ومن خلال الانفاق، وتتصيد الدبابات والعربات المدرعه في المناطق المبنيه. وهذا شيء واقع، ورايناه عندما توغل داخل المناطق في غزه زادت خسائره، والان كلما توغل اكثر كلما زادت خسائره. فهذه معركه المقاومه يعني معركتها هي داخل المناطق المبنيه، والتي تتخذ منها ستارا وتستطيع تصيد اليات العدو. هذا العدو الذي أعلن، واليوم نحن في اليوم 59، الذي أعلن الأهداف، أهداف عامة اللي هي القضاء على حماس وتحرير الأسرى، لم يحقق هذين الهدفين، وهو أعتقد بعيد عن تحقيق هذين الهدفين، لأنه عندما تورط بعد أكثر من شهر في المرحلة الأولى، أو يعني حوالي يعني 45 يوم أو 50 يوما، لم يحقق ذلك، ولذلك اضطر إلى التفاوض لتحرير السيدات والأطفال. والآن في عملية تحرير العسكريين عملية مختلفة تماما، لا يريد العدو أن يتفاوض بنفس الشروط، بشروط جديدة. حماس لا تريد نفس الشروط السابقة لإطلاق الأسرى، ولذلك هو يحاول أن يضغط قدر الإمكان على حماس، لأن هناك ضغط شعبي داخل الكيان الصهيوني لتحرير الأسرى، لإطلاق الأسرى. وعليه فهو بزيادة هذا الضغط يعتقد بأنه سيجبر حماس على التفاوض بشروط أقل. وبالنهاية لا أعتقد أنه يستطيع يعني إطلاق الأسرى إلا من خلال عملية تفاوضية، أو ربما يقتل في المعارك إذا ما استمر في اجتياح المناطق في خان يونس وغيره. هذه العملية مستمرة. العدو لا يحقق مكاسب حقيقية فيما يتعلق بالأهداف التي أعلنها في بداية الحرب، وهو لذلك يعوض هذا الموضوع يعوض بالجرائم وقتل الناس وقتل المدنيين وإجبار المدنيين على التحرك إلى الجنوب، وهو في داخله في هناك هدف غير معلن 100%، ولو أنه أعلنه في السابق. الهدف هو التهجير، هو يحاول يعني إجبار المدنيين على التوجه نحو الجنوب. لم يعد في غزة مكان آمن، هو يقول هناك أمكنة آمنة، كل ما تحرك الناس إلى موقع تم قصف، وبالتالي لا يوجد مناطق آمنة. في معضلة إنسانية، في مشكلة إنسانية، في جرائم حرب ترتكب في حالة إنسانية. نعم، هناك خطان متوازيان لهذه المعركة. نعم. ما يتعلق بالمقاومة، المقاومة تبلي بلاء حسنا وتكبد العدو خسائر وهو لا يحقق إنجازات. بالحديث عن الخسائر، ذكرت بأنه هناك يعني ضغط شعبي، وأيضا سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، هل من الممكن أن يكون له تأثير على استراتيجية القتال؟ ما زال المجتمع الإسرائيلي رغم الضغط ما زال المجتمع الإسرائيلي مؤيدا للحرب. ولو أننا نرى أن هناك تراجع في بعض المواقع، وهناك اصطفاف مع عائلات الأسرى
لإطلاق سراحهم أو وقف الحرب أو القبول بهدنة إلى آخره، ولكن بشكل عام المجتمع الإسرائيلي ما زال مصطفا وراء رغم كل التباينات ورغم كل الانتقادات لنتنياهو وإجرامه واستمراره في خدمة مصالحه السياسية، لكن ما زال هناك اهتمام شعبي بمواصلة الحرب لتحقيق أهدافها، لأنه الذي حصل في 7 تشرين أو 7 أكتوبر كما يدعى هو كبير جدا على المجتمع الإسرائيلي، ولكن لم تحقق القوات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة أي من أهدافها إلا فيما يتعلق بقتل المدنيين إذا كان هذا هدفا، وأعتقد أنه هذا هدفا، تدمير غزة وقتل المدنيين هو هدف بحد ذاته ولو أنه غير معلن، رغم أن العدو يقول صباح مساء أنه يحاول تجنب قتل المدنيين، ولكن هذا در للرماد في العيون غير حقيقي وغير صحيح، لأنه رأيناه في غزة ونراه الآن في خان يونس ونراه في كل مكان في قطاع غزة. كل الشكر لك الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمود رديسات.